الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه المرجاء في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا ارحب بضيفي وضيفكم في هذا اللقاء ومن سيجيب على اسئلتكم واستفساراتكم، صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. حياكم الله صاحبي. حياك الله وبياك، واهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. حياكم الله، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الارقام التي تظهر تباعا على الشاشه، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا ايضا عبر الواتساب للرقم الظاهر بين الفينة والاخرى على الشاشه، وكذلك عبر حساب القناه في تويتر تي في مرقاب. وباذن الله عز وجل في ثنايا الحلقه سنقوم بطرح اسئلتكم على الشيخ ليجيب عليها بحول الله وقوته. شيخنا، يعني نحن الان في المنعطف الاخير وفي نهايه هذا الشهر، ولم يبقى من سوى ليله او ليلتان ونودع هذا الشهر الكريم، ونسال الله عز وجل ان يغفر لنا ويتجاوز عنا ويرحمنا، وان يجعلنا من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا وادرك ليله القدر، انه على كل شيء قدير. السؤال شيخنا الفاضل، كثير من الناس ما ان ينتهي شهر رمضان حتى تبدا يعني مشاعر الحزن والبكاء على فراق هذا الشهر، الانسان يتمنى بقاء هذا الشيء، يقوم بالبكاء، لا نرى يعني الفرح بالعيد، انما نرى الحزن على وداع رمضان. ما هو المشروع في حق المسلم عند وداع هذا الشهر؟ هل هو البكاء على رمضان ام الفرح بالعيد واستقبال العيد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فان رمضان انما هو شعيره من شعائر الله جل وعلا، افترضها الله جل وعلا على المسلمين بالسنة مرة واحدة. وختام رمضان إنما هو ختام بإذن الله جل وعلا لإتمام هذه الشعيرة المباركة على خير. يفرح المسلم بإذن الله جل وعلا بإتمام هذه العبادة الجميلة والرائعة. والله جل وعلا يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن شكر الله جل وعلا لهذه النعمة أن نظهر الفرح والسرور في إتمامها، في ختام هذا الشهر الكريم وإتمام هذا الشهر الكريم، وأن الله جل وعلا بلغنا هذا الشهر الكريم وأعاننا على صيامه وقيامه، وأيضا بلغنا ختام هذا الشهر الكريم، ونحن ولله الحمد والمنة نصوم ونقوم لله جل وعلا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الأولى التي تكون عند فطره ها فرحة لكل يوم، أي لكل مساء يوم فرحة بإتمام هذا اليوم وهو صائم، هذه نعمة من الله جل وعلا. هناك أناس لا يستطيعون أن يصوموا أبدا، هناك أناس على الأسرة البيضاء يتمنون أن يصوموا لله جل وعلا ولو يوما واحدا، وهناك أناس أيضا قد كانوا معنا في رمضان الماضي وهم الآن تحت التراب، لو قاموا من مكانهم ومن قبورهم لتمنوا أن يصوموا لله جل وعلا ولو يوما واحدا. فنحن ولله الحمد والمنة بصحتنا وقوتنا واستطاعتنا على الصيام نشكر الله جل وعلا على أن أتممنا كل يوم فرحة عند فطره، فنفرح بهذا الفطر، لا نفرح بانتهاء اليوم، ليس الفرح بانتهاء هذا اليوم وأننا تخلصنا منه، ولكن نحن نفرح لإتمام هذا اليوم. الفرحة الثانية تكون لإتمام هذا الشهر، وإلا إذا كان لدينا حزن في نهاية هذا الشهر ونحن نفرح كل يوم لإتمام هذا اليوم، فمعنى هذا أنه أصبح لدينا تناقض، كيف نفرح بإتمام كل يوم ثم نحزن بإتمام الشهر كاملا؟ بل يجب أن يكون فرحنا بإتمام الشهر كاملا أعظم من فرحنا بإتمام يوم واحد، وهذا الذي يجب أن نفرح فيه وأن نستعد له وأن نبتهج فيه، وأن يهني بعضنا بعضا بعيدا عن الإسراف والتبذير أو الخروج عن شرع الله جل وعلا. ولذلك فعيدنا إنما هو شعيرة من شعائر الله جل وعلا، ولذلك يصوم المسلم آخر يوم من رمضان لا يجوز له أن يفطر إلا لسبب شرعي، وفي اليوم الثاني التالي له اللي هو يوم العيد لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يصوم، وإنما يفطر تعبدا لله جل وعلا.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لشعائر الله جل وعلا أن تفرح بشعيرة الله التي مرت بك وأنت على قيد الحياة، أن الله جل وعلا أعطاك العمر وأطال عمرك وأمد بعمرك حتى وصلت إلى يوم العيد فتبتهج به ابتهاجا كاملا. وأما الحزن وما نراه في بعض الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي من تعزية البعض لبعضهم برحيل رمضان، فإن هذا لا أعلم أنه كان من عادة السلف ولا من هدف السلف، وإنما السلف كانوا يبارك كل منهم للآخر بإتمام هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم. ثم إن البعض من الناس يقول كيف نفرح في هذه الأيام، كيف نفرح في العيد، وكيف نلبس الجديد، وكيف نقول، يقول بعضنا لبعض عيد سعيد، كيف لنا بأن نبتسم للآخرين وأن نفرح للآخرين ونحن نرى إخوانا لنا يقتلون وتسفك دماؤهم ويضيق عليهم، يعيشون تحت أزيز الطائرات وتحت دوي الانفجارات وتحت أصوات الرصاص، كيف لنا أن نفرح بهذه الأيام؟ نقول هؤلاء قدر الله جل وعلا عليهم هذه الظروف، ولكن نحن في هذه الأيام أيام عيد وأيام فرح وأيام سرور وأيام أكل وشرب لله جل وعلا، فنفرح بها بما أمرنا الله جل وعلا به دون إسراف ولا مخيلة ولا خروج عن شرع الله جل وعلا، وإنما يكون فرحنا مؤطر بأطر الشريعة التي يظهر فيها فرحنا لله جل وعلا. قل بذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فنحن نفرح بما أمرنا الله جل وعلا به وبإتمام عبادة من العبادات، فأتممنا هذا الشهر الكريم نفرح بتوفيق الله جل وعلا لنا الذي ألهمنا هذا ولله الحمد المنة، ووفقنا لإتمامه، فأتممناه بكل خير وسرور وصحة ونشاط وقوة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك وشكر الله لكم على هذه الكلمات. وذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا التي تظهر على تباعنا على الشاشة، بإمكانكم الاتصال على هذا الرقم أو إرسال رسالة عبر الواتساب، وبإذن الله سنقرأ سؤالك على الشيخ ليجيب عليه بحول الله وقوته. شيخنا وردنا بعض الأسئلة من على الواتساب، أحد الأخوة يسأل عن التقيؤ في نهار رمضان للصائم. ماذا؟ التقيؤ في نهار رمضان للصائم. نعم، التقيؤ في نهار رمضان ورد في الحديث أن الإنسان إذا تقيأ ذرعه القي، أي أن القيء أتى إليه إجبارا وليس باختياره، فإنه بإذن الله جل وعلا لا يضره وليس عليه شيء. ولكن من استقى أي جلب القيء بنفسه، إما بأصابعه أو بإدخال شيء إلى فمه أو بشم رائحة تقلب الكبد ويخرج هذا القيء، فهذا الذي خرج منه القيء بفعله وباستجلابه يفطر في هذا التقيؤ، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي تقيأ به، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. أيضا إحدى الخوات تسأل، تقول الذهب أستعمله في وقت المناسبات والأعياد فقط، نعم، هل عليه زكاة أو لا؟ اختلف العلماء في زكاة الذهب المستعمل، الذهب الذي أعد للاستعمال وللقنية وليس للتجارة والبيع، اختلفوا في مسألة الزكاة فيه، فبعضهم يوجب الزكاة فيه وبعضهم لا يوجب الزكاة فيه، والذي يظهر لي أنه إبراء للذمة أنه ينبغي أن يزكى عنه، إبراء للذمة ينبغي أن يزكى عنه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، نفع الله بعلمك. أيضا يسألون عن الطيب للصائم، من تطيب ومن بخر بعود أو بخور أو غيره للصائم. هذه العطورات التي هي تنبعث منها رائحة فقط مثل العطورات الفرنسية وما أشبه ذلك التي هي بخاخات، هذه بإذن الله جل وعلا أنها ليس فيها إشكالية ولا تفطر الصائم أبدا، ولكن وكذلك البخور إذا كانت رائحته من بعيد فهي أيضا لا تفطر، ولكن إذا أدخل هذا الدخان الذي له جرم، إذا أدخله إلى جوفه استنشقه مع فمه مع أنفه أو أدخله عن طريق فمه، فإنه في هذه الحال يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. إحدى الخوات تسأل، تقول ما حكم قراءة القرآن من الفاتحة وكذلك قراءته من سورة الناس حتى يلتقي مثل عند نقطة معينة في وسط القرآن
ويكون بذلك يختم، هل تصح هذه القراءة؟ نعم، إذا كان القارئ لا يقلب الآيات، إذا كان لا يقلب الآيات فليس في ذلك بأس بإذن الله جل وعلا. كان يقرأ مثلا سورة الناس، يبدأ بسورة الناس من أولها إلى نهايتها، ثم يقرأ سورة الفلق من أولها إلى نهايتها، ثم سورة الإخلاص من أولها إلى نهايتها، إلى أن يصل إلى سورة الفاتحة، أو إلى أن يلتقي الجزء الثاني الذي بدأ فيه من البداية، فإن ذلك لا بأس به، وبإذن الله أنه يكون ختم القرآن، لأنه مر على القرآن كاملا، لأنه مر على القرآن كاملا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. يعني مثلا أوقات شيخ من الفاتحة ووصلت مثلا الجزء الكهف، نعم، وأثناء قراءة مع بداية الفاتحة بدأت من سورة الناس، فصار عندي خطين لام من القراءة، بداية من الناس وبداية من الفاتحة، والتقيت في سورة الكهف في نصف القرآن، لا بأس بذلك. إيه، ختم القرآن ليس شرطا أن يبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس، هذا ليس شرطا، وإن ختم القرآن أنه أتم القرآن كاملا قراءة، مر على القرآن كاملا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ. أيضا تسأل تقول ما حكم قراءته والشعر مكشوف؟ قراءة القرآن، إيه، هذه إحدى النساء تسأل، قراءة القرآن والشعر مكشوف. لا بأس، ما ليس هناك أي إشكالية، وما يفعله بعض الناس مثل أهل سوريا أو أهل مصر أو لبنان وما أشبه ذلك، من أنهم إذا أرادوا قراءة القرآن بأنهم يضعون جلبابا وما أشبه ذلك، هذا ليس عليه دليل. الله تعالى بارك الله بك. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول أن والدتها عندها نزيف له 3 أشهر وعندها آلام في الظهر والبطن، وتسأل عن صيامها ولم تستطع الصيام لأجل ذلك، ماذا عليها الآن؟ النزيف هذا يبدو أنه استحاضة وليس حيضا، يبدو أنه استحاضة وليس حيضا، فإذا كان هذا النزيف هو استحاضة فصيامها صحيح وليس عليها شيء بإذن الله جل وعلا، والله تعالى عليه. بارك الله فيك. أحد الأخوات تسأل تقول اعتمرت بنقابي قبل عدة سنوات، ماذا علي الآن؟ ما دامت جاهلة فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وليس عليه شيء بإذن الله. نعم، بارك الله فيك. أذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا التي تظهر تباعا على الشاشة، كما أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب بإرسال سؤالك، وبإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة سنقوم بطرح سؤالكم على الشيخ ويجيب عليه. شيخنا، بما أننا في نهاية المطاف وسنخصص إن شاء الله غدا حلقة خاصة من برنامج الفتاوى عن زكاة الفطر، ما يتعلق بها من أحكام ومقدار وغير ذلك ومتى تخرج، لكن لو عرجتم بتعليق بسيط حول زكاة الفطر اليوم. نعم، زكاة الفطر هي فريضة من الله جل وعلا على جميع المسلمين الذين يجدون قوت يومهم لأنفسهم ولأولادهم، فالبعض من الناس يتساهل في هذه المسألة، والبعض من الناس ينسى زكاة الفطر، فعلينا أن نستعد استعدادا كاملا لزكاة الفطر وأن لا نفرط فيها. فالبعض أيضا من الناس قد يشتري زكاة الفطر ولكنها تبقى معه، أو أن يتكل على أبنائه أو ما أشبه ذلك، فتبقى معه إلى ما بعد العيد، وهذا العمل لا يجوز، وزكاة الفطر لا تعتبر زكاة بعد العيد، ولكنها متعلقة بالذمة، وإنما هي صدقة من الصدقات يجب على الإنسان إخراجها حتى ولو كان بعد العيد. فزكاة الفطر هي من شعائر الله جل وعلا، يجب على كل مسلم أن يستعجل فيها وأن يهتم فيها وأن لا ينساها، وجميل أن يجعل رب البيت أن يجعل عند أهل البيت كاملا علم بأنه سيخرج زكاة الفطر، فيقول لهم ذكروني بزكاة الفطر حتى نخرجها. والبعض من الناس يستكثر على زكاة الفطر شيئا من المال وما أشبه ذلك، فهذا أمر أوجبه الله جل وعلا علينا، يجب علينا أن نحرص وأن نؤدي هذه الزكاة وأن لا نفرط فيها وأن لا نتهاون بها. البعض من الناس يظن أن زكاة الفطر فقط هي سنة من سنن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي فريضة وشعيرة من شعائر الله جل وعلا، يجب علينا أن نؤديها خالصة لله جل وعلا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. أحد الأخوة يسأل شيخ عبر الواتساب يقول إذا أخرجت زكاة مقدمة من حسابي زكاة مال وأخذها عندما أخرج زكاة المال من عقار، وهذا العقار أنا مسؤول عنه، يعني سأخرج الآن من مالي زكاة العقار الموجود لي، في وقت الزكاة سأخذ ما أخرجته من هذا العقار.
العقار يملكه هو. يملك نعم. إيه ما في بأس ما في. يقول أنا مسؤول عنه لكنه يريد أن يخرجها قبل مثلاً لفضيلة وقت معين أو مكان معين، أراد أن يبكر بإخراج الزكاة. ما في بأس ما في بأس، أراد أن يبكر. يقول أنا سأخرجها مقدمة من حسابي مقدمة. نعم الزكاة لا بأس للحاجة أن يقدم الإنسان الزكاة، زكاة المال أو زكاة العقار وما أشبه ذلك، لا بأس أن يقدم الزكاة عن وقتها إذا كان ذلك للحاجة والله تعالى أعلم. بارك الله فيك ونفع الله بك. بعض المشايخ قد يغترم موسم مثل رمضان، يعني فضيلة الزمان يعني رمضان، ويريد أن يخرج زكاته في هذا الشهر الكريم، يعني يريد أن يجعل أعماله بره في هذا الشهر الكريم، إن شاء الله أنه لا بأس بذلك بإذن الله. بارك الله بك. شيخ ينتشر يعني هالأيام يعني جدال، أنا أقول سقيم وعقيم حول قول الله يعني لفظة وتعالى جدك. بعض يقول أنه لا تقرأها بالفتح، لا أقرأها بالكسر، لا أقرأها بالفتح، أقرأها بالكسر، يعني ما الصواب في ذلك؟ الصحيح في قول الله جل وعلا في دعاء الاستفتاح جدك، صحيح أنه يحصل إشكال، ووردتني بعض الأسئلة في هذه المسألة، وأنا أستغرب الحقيقة حينما نرى الناس يختلفون في هذه النقطة، بل أنا رأيت تحذيرا من لفظ جد بالفتح، رأيت تحذيرا من لفظ الجد بالفتح، وقالوا بأننا إذا قلنا جدك أي بالفتح بفتح الجيم بأننا ننسب لله جل وعلا جد، ننسب لله جل وعلا جد الذي هو والد الوالد، الذي هو والد الوالد. فأستغرب هذا الاختلاف وهذه التحذيرات، ونحن لدينا في كتاب الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا في سورة الجن، بل هو في صدر سورة الجن، وأعتقد أنه في الآية الثالثة أو الرابعة إن لم أكن واهم، وأنه تعالى جد ربنا بالفتح وليس بالكسر. فهذا الذي يقول بأن جد لا بد أن تكون مكسورة وليست مفتوحة، ماذا سيقول في هذه الآية العظيمة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، يجب علينا أن نفرق بين الاصطلاحات والاصطلاح واللغة، يجب علينا أن نفرق بين الاصطلاح واللغة. فهذه جد مثلا بالفتح، أنا أتكلم عن جد بالفتح وليس بالكسر، بالكسر لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. فهذه بالفتح الجد تنطبق على الجد اللي هو والد الوالد، والد الوالد، وتنطبق أيضا على الحظ، وتنطبق أيضا على الشأن والتعظيم والعظمة. فإذا لفظت لله جل وعلا وأريد بها الله سبحانه وتعالى، فالمقصود به جدك أي عظمتك وشأنك، أي عظمتك وشأنك، تعالت عظمتك وتعالى شأنك يا رب العالمين. فالصواب في ذلك أن جد تنطق بالفتح، تلفظ بالفتح وليس بالكسر، تلفظ بالفتح وليس بالكسر. ثم إنني أوجه رسالة لجميع الناس، فأقول لهم عليكم إذا أردتم أن توجهوا بشيء معين أن لا توجهوا إلا بشيء معلوم تمام العلم واليقين. فهذا الذي يقول انطقها بالفتح بالكسر وليس بالفتح، هذا خالف كتاب الله جل وعلا وخالف الحقيقة من هذا اللفظ، فإن الكسر لا يعني نهائيا العظمة والشأن أبدا، وإنما الذي يعني العظمة والشأن إنما هو الفتح الذي كما ورد في سورة الجن. فعلينا أن نحترز من مثل هذه التنبيهات، وعلى الناس أيضا أن لا يأخذوا دينهم إلا ممن يثقون به، لا يأخذون دينهم إلا ممن يثقوا به. وأما هذه الرسائل العامة والرسائل الطائشة فإنها لا تغني عن الحق شيئا والله تعالى أعلم. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. أحد الأخوة يسأل يقول شيخ جزاك الله خير، رمضان هذا أخذت عمره وذهبت إلى مكة وكان في الشنطة بكت دخان وضعه أخي دون علمي، واعتمرت كامل العمرة وهو معي هذا الدخان في شنطتي الصغيرة، يسأل هل عمرتي مقبولة أم لا؟ العمرة إن شاء الله أنها مقبولة، وليس في ذلك أي ما يخدش هذه العمرة، لكنني أنا أوجه كل مسلم بأن يبتعد عن محارم الله جل وعلا، ويبتعد عن معاصي الله جل وعلا، وعن ما يمكن أن يكون فيه غضب لله جل وعلا، ثم إنه يبتعد عن ما يضر بصحته، فإن هذا الدخان هو مضر بالصحة ضررا عظيما. ولنذهب إلى
إلى عيادات مكافحة التدخين وننظر ماذا لديهم وماذا عندهم من الصور ومن مقاطع الفيديو من الناس الذين فقدوا الكلام وأيضا فقدوا شيئا من أعضائهم وأيضا أصبح السرطان يسري في أجسادهم، ونعلم أن هذا الدخان هو تهلكة للبدن، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الجسد الذي أنت تحمله إنما هو أمانة في عنقك، فحافظ عليه حتى تسلمه لله جل وعلا صحيحا سليما بإذنه سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. كشف القدمين في الصلاة للمرأة تكون ذلك، ينبغي للمرأة في الصلاة أن تستر جسدها كاملا من أخمص قدميها إلى رأسها، أن تستر جسدها كامل ولا يظهر منها شيئا أبدا إلا وجهها فقط. وأما الجسد كاملا فالأولى بالمرأة أثناء الصلاة أن تستر جسدها كاملا ولا تظهر منه شيئا، والله تعالى. بارك الله فيك. ما الحكم يا شيخنا بالتصدق على عمال النظافة أو غيرهم إذا كانوا غير مسلمين؟ هل تجوز الصدقة عليهم؟ إذا كانت الصدقة من غير الزكاة سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر فلا بأس بذلك، أي أنها صدقة حرة، صدقة من حر مالك، فليس في ذلك بأس أبدا، وإن شاء الله أنك مأجور، وإن شاء الله أنك مما يكون فيه تأليف لقلوب هؤلاء لعل الله جل وعلا يفتح عليهم ويدخلوا في الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بإذن الله سبحانه. أيضا شيخ نشاهد في تفطير الصائمين حضور بعض يعني هؤلاء الغير مسلمين ويشاركون المسلمين في إفطارهم، يعني قائمين على مشروع التفطير، بعضهم قد يمنعهم، بعضهم قد يقول توددا إليهم وتحريبا لهم لإدخالهم الإسلام ويرون مشاعر المسلمين وكيف أنهم منضبطين في وقتهم، أنهم على أذان يفطر ثم يشرع بالأكل ثم يتوجه المسجد، يعني هل في ذلك حرج أم لا؟ وهل يختلف الشيخ الحكم إذا كان داخل المسجد وخارج المسجد؟ لا، إذا كان داخل المسجد فلا ينبغي لغير المسلم أن يدخل المسجد، هذا لا ينبغي لغير المسلم أن يدخل المسجد. وأما إذا كان خارج المسجد فمشاركة غير المسلمين للمسلمين بهذا الإفطار العظيم وهذه الشعيرة العظيمة لا بأس بذلك أبدا، بل قد يكون مؤثرا لبعض الكفار، هذا المشهد العظيم وهذا المشهد المهيب قد يكون مؤثرا لهم وقد يكون سببا في دخولهم للإسلام. وقد كنت قبل 3 أيام في زيارة لمكتب الدعوة بالنسيم، وله جهود عظيمة وجهود مباركة وعنده أعمال خيرية رائعة جدا، أهيب بالجميع من كان لديه إمكانية في التبرع لهذا المكتب الذي له جهود عظيمة أن يتوجه إليهم ويتبرع لهذا المكتب الدعوي الكبير والرائد في أعمال البر والدعوة الله جل وعلا بطريقة رسمية سليمة صحيحة بإذن الله جل وعلا. الشاهد من ذلك أنني كنت في زيارة لهم وأفطرت معهم قبل 3 أيام تقريبا، ثم تحدثنا عن هذه المسألة فقال لي أحدهم بأنه كان عندنا بعض غير المسلمين يأتون إلى الإفطار، فالبعض قال لا نريد أن يفطروا معنا ما دام أنهم غير مسلمين، ولكننا أدخلناهم، فلما أراد أحدهم أن يأكل من التمرات قبل أن يؤذن أوقفناهم، لأن الناس كلهم واقفون لا يأكلون ولا يشربون، أوقفناهم وقلنا لهم بلغتهم بأنه ينبغي أن ننتظر حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن الجميع يأكل، فبالفعل انتظروا حتى أذن المؤذن، فلما أذن المؤذن الجميع هب على هذه التمرات يأكل منها، وكان هؤلاء الكفار ينظرون للمسلمين واجتماعهم على هذه التمرات واجتماعهم على هذا الفطور وهذه المائدة العظيمة، ثم هم أيضا بلحظة واحدة كلهم يأكل منها، ثم أيضا رأوا هؤلاء بعد الإفطار مباشرة يعني شالوا جميع السفر ثم بدأوا يصلون، فكانوا ينظرون إلى هذا الموقف المهيب صفا واحدا كل هؤلاء المجتمعين في هذا المخيم صفا واحدا يصلون مع بعضهم، وإذا بأحدهم دون أن يتكلم معه أحد البتة بعد الصلاة يأتي لمكسب الدعوة ويقول أنا أريد أن أسلم، أنا أريد أن أدخل في الإسلام، لم يدعه أحد البتة، يقول والله ما كلمناه ولا عرضنا عليه الإسلام ولا عرضنا عليه محاسن الإسلام نهائيا، اللهم أنه شاف هذا المسجد هذا المشهد العظيم فأتانا طائعا منقادا لله جل وعلا، وإذا به مباشرة ينطق الشهادة لله جل وعلا ويغتسل ويصلي مع المسلمين، فهذه من بركات
دعوة هؤلاء وتركهم ينظرون إلى هذه المشاهد ويأكلون مع المسلمين هذه الوجبة العظيمة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ، نفع الله بعلمك. أبو محمد من العراق قلنا عليه دين أكثر من 60,000، ولا عنده لا وظيفة ولا مال، ولديه أطفال صغار، وإذا أخذ مبلغ من المال كسلفة يقول يا الله بالكاد أنه يقوم بالإنفاق عليهم، يسأل عن زكاة الفطر، هل تكون مشروعة في حقه الآن؟ نعم، هو إذا وجد قوته وقوت أبنائه في يوم العيد وزاد عن ذلك فإنه يجب عليه زكاة الفطر. إذا وجد قوته وقوت أبنائه في يوم العيد، في يوم العيد خاصة، وأيضا وجد زيادة على ذلك فإنه يزكي، يخرج زكاة الفطر. ولكن أقول إذا وجد قوته وقوت أولاده، ولنفرض أنه هو وأولاده 10 أشخاص، ولكنه وجد ما يزيد عن قوته وقوت أبنائه بمثلا زكاة تكفي لخمسة أشخاص مثلا، فإنه يزكي عن هؤلاء الخمسة، والباقي بإذن الله جل وعلا أنه معفو عنه. لكن إذا وجد ما يزيد عن قوته وقوت أبنائه فإنه يزكي عنهم بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. هذا يقول معجون الأسنان في نهار رمضان ما حكمه؟ معجون الأسنان في نهار رمضان بعض المعاجين لها رائحة قوية ونفاذة، لكن إذا أن الإنسان كان حذرا جدا بأنه لا يدخل في حلقه شيء من هذا المعجون، فإن هذه الرائحة بإذن الله أنها لا تضر. فهذا المسواك الذي نستحمله نحن فيه رائحة نفاذة ولا بأس بذلك، وقد ورد الشرع بجواز استعمال السواك في جميع نهار رمضان. لكن على من يستعمل معجون الأسنان أن يحذر بأن يبتلع شيئا من هذا المعجون، والله تعالى أعلم. أختم الحلقة معك شيخنا بسؤال يقول: أنا كثير الغضب من أطفالي، أضربهم أحيانا وأرفع صوتي عليهم وأنا صائم، ما حكم ذلك؟ ولا يجوز لك أن ترفع أصواتك على أبنائك رفعا مذلا لهم أو ضربا مؤذيا لهم من غير سبب، حتى إذا كان ذلك لسبب فلا يكون الضرب مؤذي، وإنما يكون للتأديب. وفرق بين ضرب التأديب وضرب الإيذاء والإيلام والتجريح. فعليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تحسن تربية هؤلاء الأبناء، فإنهم أمانة في عنقك، فاسلك بهم مسلكا شرعيا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يكون لك بإذن الله جل وعلا هم السواعد اليمنى لك بعد كبر سنك. وعلم أبنائك ووجه أبنائك حتى لا يكون في ذلك ما يغضبك بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بعلمك وشكر الله لك. وأنتم كذلك، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى، شكر فيها موصول لمن أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. بإذن الله عز وجل سنخصص حلقة يوم غدا الاثنين بحول الله وقوته عن زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام ومقدار إخراج الزكاة، وكذلك أفضل وقت لإخراجها. غدا سنخصص الحلقة بحول الله عن زكاة الفطر. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.